على فكره كتير حلو لبستي، منورك. جاهزة يا صديقتي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. تنشوف الصندوق ده مخبي لك إيه؟ إيه؟ الراحة عليا. حاجات لي علاقة بالحب وأخبار الحب. خلينا نبتدي بأول سؤال. بـ 28 فبراير كتبت على صفحتك على الفيسبوك ذكريات، أسرار، نجاح، فشل، اختبارات وحروب. هي دي الحياة وكله بيعدي. ده اللي انت كتبتيه. صح. صح؟ صح. قصدت ايه بالمنشور ده؟ ايه اللي كان مضايقك في وقت انا هنا؟ كان مضايقني وفاة جالة فهمي. ف يعني ذكريات كتير افتكرتها، وافتكرت بقى كل الحياة اللي الواحد عاشها يعني. اللي مرت. اللي مرت. فكان فيها حاجات كل اللي انا كتبته. يعني لقيت نفسي عايزه اقول كده وخلاص يعني. بس حد بعد كده بعت لي يعني والله اغنيه كانت لطيفه. كانت لايقه على المود اللي انا فيه. اللي هي يعني. ايه؟ اللي هو ذكرى برضه يعني عن الذكريات وعن هي الحياه طبعا اكيد مليانه كل الحاجات دي. صح صح. وتجربه كمان سنين بالعمل الفني وتجارب شخصيه. نهله، ايه اللي بيوجع اكتر؟ بيخلي الست توجع اكتر؟ الفشل في الحب، عدم الاستقرار، العمل، الاصدقاء، الاهل، ايه اللي بخليكي او ايه اللي وجعك اكتر من غيره؟ هو طبعا انا يعني اعتقد ان يعني حياتي الفنيه وحياتي مليانه كل الحاجات دي. صح. حاجات كتير اوجاع، ممكن اصحاب، ممكن من اهل، ممكن من شغل، يعني ممكن اقول مليء من كل الحاجات دي. من كله. بس ايه الحته الاكثر اللي حسيت انه داست اكثر من غيرها؟ يعني ممكن حياتي انا عاطفيا، يعني حياتي انا اختياراتي كانت كتير مش مظبوطه في بدايه حياتي، فدايما الاختيارات هي اللي انت بتحدد لك حياتك يعني. صح صح. فلما بتبقي صغيره ما عندكيش خبره كويس في الناس، في البني ادمين، ممكن تختاري غلط. نهله بصراحه، قد ايه حاربتي طول العمر تقولي للناس كفاية تقولوا عني نجمة إغراء ونجمة إثارة ونجمة، يعني كتير كتير. لا كل اللقاءات، مع إن يعني أعتقد إن مش أنا النجمة الوحيدة يعني اللي عملت أدوار إغراء. كل الممثلات عملوا أدوار إغراء، وبعدين برضو الحمد لله يعني أنا عملتها بدون ابتذال وفي السياق الدرامي. صحيح استخدمت يعني ما استخدمتش حتى اللبس قوي، يعني استخدمت عينيا، صوتي، إيحاءات، إحساسي بالكلمة، بالمشهد، بس بس. بس 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 الله يسامحك. ده حطك في مكانة معينة ندمت عليه بعدين؟ يعني قلت لا خالص، لأن أنا طبعا يعني لما حسيت إن المخرجين أو يعني عاوزين يحصروني في الأدوار دي فقط لا غير، طبعا ابتديت اغير بقى في ادواري وما اعملش دور شبه التاني، واعتقد ان انا نجحت في ده الحمد لله. هل كان هذا الامر نقمه ام نعمه عليكي؟ هي مش تهمه يعني. انك تكوني يعني نجمه واغراء دي مش تهمه يعني. انا ممثله.